مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه التغطية الخاصة. يصادف اليوم الأربعاء 30 من أغسطس اليوم الدولي لضحايا الاختطاف القسري أو الاختفاء القسري، حيث تستذكر الأمم المتحدة مئات الآلاف الذين اختفوا وما زالوا يختفون يوميا في مناطق النزاع والحروب في العالم. وتستخدم الأنظمة القمعية وفي بعض الأحيان الميليشيات المسلحة الإخفاء القسري في محاولة لبث الرعب والخوف بين قطاعات المجتمع، كما لم تقتصر عمليات الاعتقال والاختفاء القسري في منطقتنا العربية على النشطاء السياسيين أو المعارضين، بل طالت الحملات العشوائية كبار السن والأطفال ضمن عمل ممنهج لتحطيم ركائز المجتمعات العربية. ولا يقتصر تأثير عمليات الاختطاف فقط على الضحايا الذين كثيرا ما يتعرضون للتعذيب والخوف المستمر على حياتهم، حيث يتأثر أفراد أسرهم الذين يجهلون مصير أحبابهم وتتأرجح عواطفهم بين الأمل واليأس، فيترقبون في حيرة طيلة سنوات أحيانا وصول أخبار قد لا تأتي أبدا. تنامي ظاهرة الاختفاء القسري في مصر، سوريا واليمن هو موضوعنا لهذه الحلقة. ومباشرة نرحب بضيوفي، السيد أحمد العطار الباحث الحقوقي بالتنسيقية المصرية لحقوق الإنسان، أهلا وسهلا بك. كما أرحب أيضا بالسيد زهير سالم مدير مركز الشرق العربي للدراسات هنا في لندن. وأبدأ معك مباشرة السيد زهير سالم، في هذا اليوم، هذه المناسبة التي أقرتها الأمم المتحدة لتذكر ضحايا هذه الاختطافات القسرية، ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية لكم وتحية لقناة المغاربية ولأخي الضيف الكريم ولمشاهدي المغاربية الكرام. أخي الكريم، أحب أن أبدأ بحديث شريف، الظلم ظلمات يوم القيامة، وحديث آخر، شريعتنا المتهمة بأنها شريعة الإرهاب في عالم الغرب اليوم، دخلت امرأة النار في هرة حبستها. هذه قيمنا وهذه شريعتنا، والآن نقول هذا واقعنا. لا يكفي أن تكون لدى الأمم المتحدة أيام معيارية مثل هذا اليوم، قد نقول جميل، ولكن وماذا بعد؟ ماذا بعد مع حجم الجريمة القائمة في العالم بعلم القائمين على الأمم المتحدة، بعلم الممسكين بالقوانين والمواثيق الإنسانية والممسكين بالقانون الدولي بشق ثاني؟ هم يعلمون كل شيء حول ما يجري. فأن نعلن يوم عن للمختفين القسري، أنا أفهم أن يختفي الإنسان قسريا 6 أشهر، سنة، سنتين، ثم يكون هناك قوات إطفاء أو إسعاف في هذا العالم تتحرك كما تتحرك سيارات الإسعاف لإطفاء الحريق، لإطفاء الحريق يتحرك العالم كله للكشف عن مصير هذا المختطف. والعالم اليوم كما نكرر ونقول قرية صغيرة، ولكن أن نستمع عن تقارير لعشرات الألوف من المختطفين في هذا البلد وذاك البلد وذاك البلد، وأكثرهم، ودعني أقول هذا بكل صراحة، أكثرهم مسلمون وعرب ومن منطقتنا بشكل خاص، ينام العالم عن اختطافهم. نحن نسمع عنه إذا اختطف إنسان واحد من دولة من الدول التي تعتبر نفسها العالم الأول، تقوم الدنيا، يتغير العالم، تتحرك الوزارات، تتحرك السفارات. ولكن عندما نقدم قوائم لهذا العالم الأصل الذي هو عالم موحد، والمنظمة الدولية التي تسألني عنها أنشئت لحماية الأمن والسلم الدوليين، أقول عندما يستمعون ونقدم لهم وثائق مثخنة. أنا عندما أتحدث اليوم عن سوريا أتحدث قوائم موثقة 20,000 مفقود من 36 سنة، لا شهادة وفاة ولا قبر ولا إعادة ثياب ولا تسليم جثمان ولا خبر، ليس فقط من السوريين، أتحدث أيضا إضافة إلى ذلك، والعالم يسمع والأمم المتحدة تسمع والمنظمات الدولية، 16,000 مفقود لبناني، مسيحي على فلسطيني على مسلم سني على شيعي، اختطفهم حافظ الأسد بعلم العالم أيام الحرب الأهلية اللبنانية، ودخلوا السجون، وحتى الآن أمهاتهم تمسك باللوائح وتقف في شوارع بيروت ولا تجد من هذا المجتمع الدولي، واسمعني أطرح بين قوسين، الكذاب
من ينتصر لهم؟ من يمسك بشار الأسد من أذن بشار الأسد لو داس على ذيل هر من قطر من أقطار العالم الأخرى لقامت الدنيا عليه، ولكن الآن هو أخذ لهم القيصر. أعطني فرصة. 11,000 صورة موثقة لأشخاص داخل السجون الآن يتحركون يتحدثون في هذه المرحلة عن عشرات الألوف من المختفين خلال 5 سنوات الثورة. طيب سنأتي على هذه التفاصيل. لا أحد يسأل ولا أحد يحاسب. هذه الذكريات الوردية، هذا ما هو عيد الفالنتاين كما يقولون عنه، هذه أعياد تتعلق بقلوب وعقول ونفوس أمهات وأباء وأبناء، آن لهذا العالم أن يصحو ضميره عليها. طيب سيد أحمد العطار، يعني أنت كناشط حقوقي وأيضا منظمة تنسيق المصرية حقوق الإنسان، أصدرتم قبل أيام على هذه الذكرى هذا اليوم الدولي لضحايا الاختطاف تقريرا تحدث عن الحالة في مصر، ملخص الوضع الآن بالنسبة لحالة الاختطاف في مصر. أولا أحيي الأستاذ زهير وكلامه القيم يعني اللي قاله. طبعا زوجية المعايير الدولية دي شيء معروف وشيء مقرر في كل مكان، ولكن عندما نتحدث إلى مصر مقارنة بسوريا فلا زال الإنسان مهما كان في أي مكان في العالم هو إنسان، حتى لو فرد واحد تم خطفه قسريا هي جريمة بحق الإنسانية. الاختطاف القسري هو جريمة بكل المعايير الدولية. الاختطاف القسري هو عبارة عن أنت بتخطف واحد ما يعرفش هو رايح فين جاي منين، بتحرم حقه الأساسي من الحياة أو التواصل مع أهله بدون إذن النيابة، يعني في أبسط تعريفات بالضبط، بدون إذن النيابة بتحطه في مكان مجهول بدون أنه ما يتعرض حتى على النيابة، حتى القانون المصري أو الدستور المصري أو القانون الجنائي المصرية بيتيح لي في خلال 48 ساعه لازم ان يعرض على النيابه العامه. ولكن الوضع مختلف جدا في مصر كما قال الاستاذ زهير. في سوريا نعم هناك جريمه منهجه في مصر هي جريمه الاختطاف القسري، ويأخذها النظام المصري ضد معارضي او رافضي هذا النظام منذ 3/7/2013 الى اليوم. نحن نتحدث عن حالات بالالاف، نحن نتحدث عن 2811 حاله اختفاء قسري تمت منذ 3/7/2013 حتى اليوم. نتحدث عن منهجيه العمل ومنظومة الاختفاء القسري في مصر، هي ليست منظومة فردية، هي منظومة جماعية تتخذها الدولة لهذه الجريمة النكراء. نحن نتحدث عن تواطؤ النيابة عامة في هذه الجريمة أيضا، نتحدث عن تواطؤ النائب العام في هذه الجريمة أيضا، لأن الأهالي المختفين قسريا حالما يتم القبض عليه أو اعتقاله أو اختفاءه قسريا يقوم الأهالي بتوثيق هذا ببلاغ للنائب العام والتلغرافات، ولكن للأسف الشديد النيابة العامة تكون يعني سد ودانا خالص زي ما احنا بنقول بالبلد كده في مصر عن هذه الجريمه. لا احد يتحدث، لا احد حتى والاهالي راحوا وقالوا ان ابننا موجود في المكان ده، يا يا يا, يا نيابه عامه يا نائب العام شوفوا ابننا. وهناك نماذج صارخه جريمه كامله في حق المختفين القسريا تمت في عرب شركس ونتكلم عليها بعد شويه، او جريمه عرب اللي هو كفر الشيخ ان هم تم اختفائهم لمده 70 يوم 80 يوم وتعذيبهم واخذ الاعترافات عن طريق الاكراه بالتعذيب وهذه كلها مخالف للمعايير الدوليه. نعم. مخالف للمعايير المصريه والقانون المصري والقانون الدولي. طيب تقريبا النظام المصري دائما يتحدث وينكر مثل هذه. نعم. الاعمال وينكر مثل هذه الارقام. يعني لو قارنا مصر وسوريا سيد زهير سالم ربما المقارنه ليست في محلها. سوريا الآن تعيش حالة من الحرب، في حين أن مصر هناك يعني دولة، هناك نظام شبه استقرار. توصيف الوضع في هذه الحالة يعني كيف؟ لا نحب مقارنة الظلم بالظلم كما تفضل الأستاذ. يعني الفرد الواحد، نحن الإسلام كرم قال نفس واحدة، من قتل نفسا بغير نفس، وتنكير يعني التوحيد يعني نفس واحدة. فقيمة النفس الإنسانية في إنسانيتها وليس في عددها. ولذلك نحن لا نحب أن نجري المقارنات بين ظلم وظلم. أنا أتحدث الآن يعني مع إيماني بالمبادئ المعلنة في المواثيق الدولية، لكن هذا الإيمان النظري لا يغني من الحق شيئا. نحن نتحدث عن جريمة في سوريا وفي لبنان بشكل خاص، ونحن أبناء سوريا ولبنان نتحدث عن جريمة مكرسة على مدى 40 سنة، 4 عقود، يعني سنة سنتين ثلاثة أربعة انتهى سبب الاعتقال وانتهت المشكلة التي كان الحرب الأهلية اللبنانية انطفأت نارها وتوزع، ومع ذلك ما يزال. وما تقول لي ماتوا، بعض الناس يقول لك يا أخي هذول ماتوا وانتهوا، يكتشف اللبنانيون بين الفترة والفترة
أن أحد الأشخاص قد خرج من السجن وجاء إلى أهله. واحد من العدد في لبنان 16,000، العدد القديم في سوريا 20,000. اليوم نحن أمام عشرات الألوف الإضافية. التكريس الجريمة، أنا الآن أناقش عملية تكريس الجريمة في ظل عالم موحد يحكمه قانون دولي. نحن نتحدث عن قانون دولي، المجتمع الدولي يريد أن يحترم القانون الدولي في كل مكان. احترام القانون الدولي لا يكون بإصدار البلاغات أو كارت الفيزيت اللي بيرسلوه بالمناسبات، هذا لا يمكن أن يكون. يجب أن يكون القانون الدولي مفروض بقوة عالمية حقيقية. تأتي أم وتقول للأمين العام للأمم المتحدة ولدي، تأتي زوجة تقول زوجي، يأتي ولد يقول ولدي. يجب أن تكون هناك شرطة أنتربول عالمية للتحرك للبحث عن هذا الزوج والولد والأب رغم أنف الكبير والصغير. هذا الذي نطمح إليه، هذا الذي ندعو إليه، وإلا فكل العمل الآن قانون قرار من في مجلس الأمن من روسيا فيتو عطل حيوات مليون سوري الآن أهدرت لأنه رئيس مخبول اسمه بوتين يريد أن يستخدم الفيتو في حماية مجرم. هذه الجريمة الموثقة الآن، الجريمة موثقة في الأمم المتحدة في هذه المرحلة بالذات على 60 وجه، على سارين، على اختفاء، على خطف، على قتل بالتجويع، ونتكلم عن عشرات الألوف. وامتداد الزمن، امتداد الزمن عنصر مهم في الجريمة، تطاول الزمن على المجرم وما زال في كل يوم يقتل ويقتل ويخطف ويخطف، ومع ذلك يخرجون علينا. والله اليوم العالمي للمختطفين قسريا، الذين وضعوا هذا اليوم هم الذين يكرسون جريمة الاختطاف القسري. يجب أن يكون هناك مناهج أخرى، وسائل أخرى، أساليب أخرى لتحرير هؤلاء الناس الذين تخفق بحبهم قلوب، تتحرك من أجلهم عقول، الذين يكونون سبب. نحن نشكو من الإرهاب، نعم كلنا نشكو من الإرهاب وكلنا نرفض الإرهاب، ولكن الولد الذي تربى وأمه ترضعه بأن هذا الظالم المجرم قد خطف أباه وغيب أخاه، لابد أن يكون في قلبه مشاعر غير تربويا، غير الذي نرجوها له وننتظرها منه. طيب سيد زهير سالم، أنت تحدثت ربما رجعت بالتاريخ إلى فترة طويلة ربما 40 عام، لكن الآن لو تحدثنا عن الفترة الحالية، يعني الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت تتحدث عن 75,000 مختفي قسريا خلال السنوات الأخيرة فقط، يعني رقم مهول لا يقارن ربما بالفترة الماضية كلها تاريخ سوريا. أنا أعتقد أن سوريا الآن هي في زمن واحد، منذ أن استلم الحكم حافظ الأسد حتى الآن وابنه امتداد له، هي تعيش حقبة واحدة، تاريخ واحد. الزمن 40 سنة ليس طويلا، لأن الأم ما تزال تنتظر، الزوجة ما تزال تنتظر. أنت يعني نعرف في عندنا هناك حقوق شرعية تترتب على الإعلام، أنه توفي، أنه مات، حقوق كثيرة تترتب على ذلك، ومع ذلك هم يصرون على طي الخبر. لكن ما تحدث عنه، وأنا أحترم الشبكة السورية لحقوق الإنسان، هي شبكة شديدة التحفظ. يعني هي ما بتقول لك عندي 10 إلا بعد أن يعني تكون يعني 75,000 حالة، يعني 75 هذا رقم أولي، هذا رقم أولي بسيط جدا جدا. الناس يتساءلون، كنا منذ سنتين يتحدثون عن 200,000 ويقولون أين هم، بعضهم يقولون في السفن الروسية في البحر. أنا أكلمك ما يقوله الناس ولا أؤكده، ولكن هم في السفن الروسية في البحر الأبيض المتوسط. بعض الناس يقولون يغرقون، بعض الناس يقولون يحرقون. لا أحد يعرف الأعداد المهولة من المختفين في الشارع السوري. لا يمكن أن يحيط بهم رقم 75,000 ولا رقم 100,000. الأرقام نحن عندنا الآن 500-600,000 شهيد، قد يكون عدد المفقودين أو المعتقلين أو الذين تمت تصفيتهم في السجون موازيا لهذا العدد. طيب. اسمح لي رسالة صغيرة. الآن إذا قلنا 5 مليون من 20 مليون في سوريا، يعني 5% من الشعب السوري قد قتل. وإذا قلنا مقابلهم 5% من المعتقلين، فنحن نتحدث عن 10% من أبناء الشعب السوري، طبعا من هوية محددة، من المسلمين السوريين اللي بسموهم، أنا لا أحب هذا، العرب السنة على الخلفية الطائفية. هؤلاء قد تمت تصفيتهم والتخلص منهم
تمريرا لقانون أو لمخطط استراتيجي تتغير فيه سوريا ديموغرافيا وتدخل في الزوبعة التي دخل فيها العراق تحت مصطلح الأقليات والعرب السنة. إذن هي ليس فقط محاولة لربما إرهاب المواطن وإنما لتغيير هي مخطط متعدد الأبعاد. طيب. متعدد الأبعاد. واضح. أيضا يعني معنا عبر الهاتف السيدة بدرية السيد عبد الجواد، وهي والدة أحد المختطفين، مختطف عمر محمد علي، تتحدث معنا من القاهرة لنركز قليلا على قضيتها. سيدة بدرية عبد الجواد، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بك. يعني في البداية باختصار، يعني ما هي قصة اختفاء ابنك يعني عمر؟ أنا اسمي بدرية سيد عبدو، والدة الطالب المختطف قطريا عمر محمد علي حماد، هو بهندسة الأزهر ومغني راب وحارس مرمى في نادي الزمالك ناشئين. ابني يوم 14/8/2013 كان رايح يصطفى نتيجته، وكانت معاه أخته الكبرى مريم، استنيته على باب الكلية، كليته في هندسة الأزهر في مدينة نصر. استنيته على باب الكلية، لقيت الجو اتغير وطلقات خرطوش وغاز مسيل للدموع وفض بطريقة غير أدمية وحشية. خافت وجريت ولقيت جثث بتقع وبتاع، اتصلنا بالولد على الظهر، انت فين يا حبيبي؟ قال انا ماما في محيط رابعة وفي مصابين قدامي بيقعوا، فبحاول انقذ الناس دي، فاصيب بطلقة في اليمين وفي مدرعة قبضت عليه بالقوة. ومن يومها عملنا جميع الاجراءات القانونية، شكاوى للنائب العام ووزارة الداخلية ومجلس الوزراء وجميع منظمات حقوق الإنسان اللي في مصر وخارج مصر، عملنا شكوى دولية ولم نصل إلى شيء حتى الآن. يعني وعملنا تحليل الدي إن إيه في مصلحة زينهم عندنا، وطلعت النتيجة سلبية. حتى الآن لم نصل إلى مكان ابني، مع إن في بعض الأقوال بتقول إنه في العزول الحربي اللي في مصر إسماعيلية الصحراوي الدور الثالث تحريات، وهم ما زالوا بينكروا وجود ابني. ابني ملوش أي انتماءات سياسية، ابني هادي ومؤدب وبر بوالديه جدا. أنا أبحث عن ابني حتى الآن ولم أجده، وهم مش بيريحونا، لا بيقولوا لنا أولادكم فين ولا ماتوا ولا عايشين، ولا بيريحونا خالص. وإحنا مش هنكل ومش هنتعب ومش هنقعد، إحنا مش هنخاف ومش هنسكت. إحنا يعني لم تصلكم أي معلومة خلال هذه الفترة من 2013 إلى الآن، يعني عن ربما مكان وجوده، عن حالته، عن يعني أي معلومة في هذا الإطار؟ لا لم تصلني حتى الآن ولا مكالمة تليفونية ولا رسالة ولا أمارة إن ابني موجود في المكان الفلاني. فعلا النهاردة رحنا حضرتك مجلس النواب عندنا اللي هو مجلس الشعب، ووقفنا أنا و13 أسرة قدام مجلس الشعب وهتفنا أولادنا فين، أنتوا بتقولوا ما فيش مختفين، أنتوا كده كذابين، وقعدنا نهتف ومسكين صور أولادنا. راح الأمن جمعنا بالقوة وودانا النقطة اللي قدام مجلس الشعب، وعملونا بطريقة مش كويسة، يعني إحنا ممكن نوديكم كده نحولكم نيابة ونحولكم قضية، ده يعتبر تظاهر. قلنا له إحنا ده أبسط حق من حقوقنا، بندور على عيالنا، إحنا عايزين نعرف ولادنا فين. وولادنا مؤدبين وبرين بوالديهم جدا، وشباب محترم وكويس، وكلهم في كليات هندسة وكليات طب وصيدلة، شباب ما شاء الله يعني ممتازة. مش عايزة يعني طيب بماذا ترد عليكم يعني الأجهزة الأمنية يعني خلال هذه الفترة، هذه السنوات، أو الأجهزة القضائية أو الأجهزة الإدارية، يعني ما هو الرد يعني؟ الرد بيقولوا ما فيش حد. طب ولادنا فين؟ احنا متأكدين ان ولادنا عندهم في سجون سرية، في سجن عندنا اسمه العزولي حربي، ابن ولادنا في كذا مختفي قسريا خرج من السجن ده، وفي كذا خبر جالنا ان في ناس مختفي محدش يعرف عنها حاجه في المكان ده، واحنا متاكدين ان ولادنا احياء وموجودين. ليه هم بيخبوا ولادنا؟ ليه مش عارفين ان ده كده مخالف للمواثيق والقوانين الدوليه؟ احنا مش هنسكت ومش هنتعب ومش هنقعد لحد، مش هنرتاح لما نلاقي ولادنا. احنا مش هنسكت على ولادنا، نفضل ندور على ولادنا لاخر لحظه في عمرنا. شكرا. شكرا جزيلا سيدة بدرية سيد عبد الجواد، والدة المختطف عمر محمد علي. سيد أحمد العطار، يعني هذه ربما عينة من ألف العينات، كيف تتعاملون معها المنظمات الحقوقية؟ ما هو الدور الذي يعني تقدمه لمثل هذه العائلات؟ أولا بنحب نحيي الأخت بدرية وعمر حماد ابنها، مختفي من يوم فض ربعة، هو كان في 23 حالة 24 حالة تم توثيقها من يوم فض ربعة، تم اختفائهم قصريا لحد اليوم.
طبعا هي قالت عن نقطتين مهمين جدا، ان هم مش هيسكتوا ومستمرين في النضال بتاعهم حتى يجدوا اولادهم ان شاء الله. واحنا كمان كمنظمات حقوقيه وعاملين في حقوق الانسان في مصر وفي العالم مستمرين في نهجنا، مستمرين حتى يتم القضاء على هذه الظاهره الغير ادميه الغير انسانيه في مصر. الحاله الثانيه هي اتكلمت على موضوع سجن العزولي او هو معسكر الجلاء او السجن الحربي. للاسف الشديد هو ده يعتبر جوانتانامو مصر. للاسف العزولي هو سجن لا بيتكتب فيه اسمك لانه سجن حربي مفروض ما يدخلش فيه مدنيين نهائي، ده بيدخل فيه الناس مدنيين معظمهم شباب يتم التنكيل بيهم باسوأ انواع التنكيلات في العالم، وبيخرج الانسان منه ميت وغالبا لا يخرج. يعني عندنا حاله تانية من السجن العزولي بتكلم عليها الاخت، ده هاني مصطفى عامر، ده احد الذين اعدموا في مجزره عرب شركس. هاني ده تم اخطافه من داخل مكتب رئيس حي ثالث محافظه الاسماعيليه، داخل المكتب بيتكلم مع رئيس الحي، تم القاء القبض عليه من داخل المكتب وتم اقتياده الى سجن العزولي. وبعد 6 أشهر أو 4 أشهر تم اتهامه في قضية عرب شركس التي حكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ حكم الإعدام. بمعنى احنا بنتكلم على، ورغم ذلك ورغم انه تم اعتقاله من داخل المكتب، الأهالي تم تقديم بلاغات للنائب العام ولم يعترف بها، تم توثيق هذا بالصوت والصورة من المنظمات الحقوقية وتم إرسال عينة للأمم المتحدة ولم يتم الاعتراف بها، ورغم ذلك المحكمة حكمت بالإعدام عليه وتم تنفيذ الحكم. احنا بنقول ان في تواطؤ، احنا بتقول ان في جريمه نقراء. طيب دائما النظام المصري ينكر مثل هذه الارقام، حتى التقارير تصدرها المنظمات الدوليه، منظمه العفو الدوليه او غيرها من المنظمات، يشكك دائما فيها في هذه الارقام. يعني هل لدى السلطات ارقام مختلفه، ارقام اخرى؟ نعم، في شهر 6 اللي فات تم عقد مؤتمر في نقاب في المجلس القومي لحقوق الانسان، وتم اعلان فيه ان في 166 اسم تم جالهم من الأمم المتحدة بيطالبوا فيه الحكومة المصرية بالكشف عن هؤلاء الأسماء. الحكومة المصرية لأول مرة تعترف أن في 133 مختفى قصريا وذكرت أسمائهم بالاسم وتم اعتراف لأول مرة. دائما وأبدا المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري يعترف أنه أو يقول أن لا يوجد اختفاء قصري. كل المنظمات العاملة في مصر وخارج مصر تقول وبالبرهان وبالدليل ان هناك الالاف من المختفين قصريا. المختفين قصريا في مصر هي يعني مش حد واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، ده نظام ممنهج. احنا التنسيقيه، يعني احنا التنسيقيه تم توثيق 2811، تم التوثيق 2811 دولت ما تم رصده. بيحصل فيه بالاتي ان الاهالي بيتم تهديدهم، الاهالي بيتم جعلهم من الخوف ان هم ممكن يحصل لهم حاجه، ان ممكن مثلا طب اسكتوا هنجيب لكم وعيالكم، بردك تهديد وترغيب العصايه والجزره والخص والجزر، يعني بشكل او باخر بيحاولوا يخلوا الاهالي يعني تتراجع عن الموقف ده. ولكن احنا بنقول لغايه النهارده ان في مثلا حالات من النساء تم خطفهم قسريا ولا زالوا لغايه مختفين قسريا، ورغم ان الاهالي اقاموا، يعني في عندنا حالتين اللي هي دكتورة أسماء شندوين والدكتور محمد سيد إسماعيل، أهاليهم عملوا وأخذوا قرار من المحكمة الإدارية العليا بالإجبار الداخلية وزارة الداخلية المصرية بالكشف عن أماكن وجودهم، ورغم ذلك الداخلية المصرية أنكر ذلك والنائبة العامة أنكر ذلك، ورغم ذلك كل يوم والتاني بيظهر لنا حالات اختفاء قسري والأمثلة كثيرة. طيب واضح. أستاذ زهير سالم، يعني لم تعد تقتصر عمليات الاختطاف على الناشطين السياسيين أو المعارضين أو إنما يعني أصبحت تطال النساء كما ذكر السيد أحمد العطار والأطفال، يعني هناك أعداد كبيرة من الأطفال في سوريا وفي غيرها أيضا من ضمن المختفين القسريين. برأيك لماذا يعني هذا استهداف؟ اسمح لي بكلام بسيط. أنا أحيي الأخت بدرية أيضا وأتمنى أن يرد عليها الله سبحانه وتعالى ولدها إن شاء الله سليما معافى. لكن أنا أريد أن اللي ملحوظة على الخطاب، كل مواطن يوقف خارج إطار دائرة القانون هو مواطن متربي وصاحب أخلاق وله حقوق، وليست القضية ابني وابن غيري. يجب أن نفكر بعقل إنساني جمعي. هذه جريمة تقع على كل السوريين، كل المصريين وكل أبناء الناس
متربيين وبررة وكلهم سواء كان طالب طب أو طالب أي فرع آخر أو كان عامل أو فلاح. هذه النظرة لو كان منتمي لحزب سياسي، الانتماء إلى حزب سياسي ليس جريمة، بل أنا أعتبره كمال في الإنسان أن يكون مهتما بالشأن العام ويريد أن يخدم بلده. أي حزب يريد أن ينضم إليه ما دام في إطار القانون. نحن والدت عمر يعني أنا معذورة في هذا الإطار، أم تتحدث عن ابنها الذي اختفى. أنا أخاطب الرأي العام، سنوات يعني. أنا أخاطب الرأي العام الذي يسمعنا لكي نصحح المعايير. نحن نريد أن يكون نظرتنا إلى الإنسان نظرة منطلقة من فضاء، عندنا فضاءنا الشرعي وعندنا فضاءنا المدني، كلاهما يتعانقان. يعني هذه النظرة والله أنا ابني عمره ما فعل كذا وماذا، لا، حتى الذي كان في رابعة ومعتصم ويرفع الراية هذا مؤدب بالناس وله حق، وإن كان منتمي إلى أي حزب سواء كان في اليسار أو في اليمين يجب أن نتكلم بهذه الطريقة. وأنا لا أريد أن أنتقل الآن إلى نقطة ثانية بسرعة. نحن عندنا في سوريا، وأنا مضطر أعود سأقول نقطتين وأحداهما تذهب إلى حيث تريد سألتني. مصطفى طلاس وزير دفاع سابق، نائب رئيس وزراء سابق في سوريا، يكتب في كتاب موثق تحت سمع العالم وبصره أنه كان يوقع أسبوعيا على مدى 10 سنوات على قوائم إعدام لهؤلاء المختفين في سجن تدمور بحدود 100 إنسان، يوقع على إعدامهم ويتم إعدامهم في سجن تدمر. هذا الإعدام وهذه التوقيعات لم تصل البلاغات إلى أهلهم، يعني ما زالوا عند أهلهم بحكم مفقودين. أعود فأقول نحن نريد أن تصبح قضية حقوق الإنسان ليست قضية ثقافة وتعاطف، وإنما أن تصبح قضية قوانين ملزمة. سأعود إلى نقطة ثالثة أيضا مهمة ونحن في السياق السوري، وباختصار لأن الرسائل كثيرة أخي. نحن الآن أيضا في سوريا عندنا، يعني اسمح لي أقول، جرائم أحيانا مزدوجة. يعني عندنا، وأنت تسألني عن النساء، عندنا ناشطة سورية اسمها رزان زيتونة، ناشطة حقوقية سورية، اختفت في غوطة دمشق منذ سنوات ويقولون عند بعض الفصائل. عندنا الأب الإيطالي الذي كان في زيارة تنسيق بين الفصائل واختطف أيضا في سوريا ولا نعرف عن مصيره شيئا. عندنا حالات متعددة من وجوه هذه الجريمة يجب أن تدان جميعا، يجب أن تكون هناك مواقف دولية. النساء اللواتي يختطف تتعاطف عليهم أو تتضاعف عليهم الجريمة والمسؤولية. حتى اللواتي يخرجن من السجون، أخي الحبيب، يخرجن من السجون وتبدأ نظرات المجتمع. ما الهدف من ذلك سيد زهير سالم؟ هو كسر إرادة الناس، إضعاف الناس. وعندنا في المشرق هو العرض الإنساني في كل مكان مقدس وغالي، ولكن عندنا في الدول الإسلامية شديد الحساسية. يعني هم يريدون أن يضربوا الناس ضربة لا يبقى لهم بعدها قائمة. أول ما بدأ بشار الأسد بحملته لوقت هذه الثورة، بدأ بحملة اغتصاب ممنهج في صفوف الشعب السوري. كل هذا الآن يتم في السجون، اعتداء على الأطفال، اعتداء على النساء، وثم بعد ذلك الثقافة الاجتماعية المنحرفة بعض الشيء تضاعف العقوبة على النساء بشكل خاص اللواتي يقعن ضحية الاعتقال، وهذا بحد ذاته يحتاج إلى حلقة ويحتاج إلى أن يناقش بشكل أفضل. واضح. انضم إلينا أيضا عبر الهاتف السيد أشرف طلبة، المحامي والناشط الحقوقي المصري، يتحدث معنا من القاهرة. سيد طلبة مرحبا بك. أهلا وسهلا. يعني الأمم المتحدة تحيي الأمم المتحدة هذه الذكرى أو هذا اليوم المخصص لضحايا الاختطاف القصري. المنظمات الدولية الحقوقية تتحدث عن أرقام مخيفة في مصر ضحايا للاختطاف. النظام المصري دائما ينكر هذه الأرقام. برأيك أنت إلى متى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة لعملية الاختطاف القصري الذي يحدث، وفعلا في شهر يناير 2016 المجلس القومي لحقوق الإنسان طلع تقرير وقال إن في عندنا 163 حالة من حالات الاختفاء القسري اللي هي موجودة داخل مصر، وكانت بتطالب السيد وزير الداخلية بالرد عنها والكلام ده كله،
وبالفعل رد سيد وزير الداخليه وقال ان في حالات لقوها 90 دول تم من دول بصراحه تم اخلاء السبيل ليهم، وفي ثلاث حالات دول خارجين بره يعني خارج الاسره والكلام ده. بالنسبه لمنظمه هيمن ريست، منظمه هيمن ريست فعلا نزلت تقرير وقالت ان في حوالي اخر تقرير كانت عاملاه قالت ان في حوالي 44 حاله من ضمن حالات الاختفاء القسري، من ضمنهم ثلاث فتيات فيهم. في حالات كثيره بس احنا حالات الاختفاء القسري وظهورها وفقا لما جاء في التقرير فهنعتبر انه اكثر من سنتين. يعني افهم منك سيد طلبه ان هناك اعتراف رسمي بوجود لحالات الاختفاء القسري في مصر، ولكن ربما الاختلاف هو في الارقام. نعم، ربما الاختلاف في الارقام. انت تذكر بحسب المجلس المصري لحقوق الانسان 163 حاله، جمعيات اخرى او منظمات تتحدث عن ارقام تصل الى الالاف. ما الذي قام به النظام المصري، النظام القضائي الامني الاداري في مصر، في هذه الحالات التي انت ذكرتها؟ ما انا بقول لحضرتك ان المجلس القومي لحقوق الانسان وهو يعتبر رسمي او الوحيد اللي موجود داخل الدوله هنا بعت التقرير بتاعه لسعادتك لوزير الداخليه على اساس ان وزير الداخليه يرد على هذه الحالات. يعني بقول لحضرتك ان في حالات هو المجلس القومي هو الجهه المختصه يعني الجهه الرسميه، اما الباقي الجمعيات اللي موجوده او الحقوقيه او المراكز الحقوقيه فهو يعتبر اجتهاد شخصي بالنسبه لهم، ممكن تكون الارقام بتاعتهم ممكن تكون رقم صحيح او ممكن يكون حتى ولو كانت موثقه باسماء وارقام وحالات ووصف لهذه العمليات. موثقه بايات ما هو حضرتك انا كمركز حقوقي او حضرتك كجمعيه حقوقيه ما اروح عند حضرتك المجلس القومي لحقوق الانسان واتقدم بالاوراق واللي تفيد فعلا ان في حالات موجوده ممتاز بتاع حالات الاختفاء ونبتدي المجلس القومي زي ما عمل التقرير بتاعه في شهر يناير الماضي يعني. طيب ممتاز، دعني انقل هذه النقطه لضيفي هنا في الاستوديو السيد احمد العطار. يعني ماذا لا تقدم هذه الارقام او هل قدمت فعلا للمجلس القومي لحقوق الانسان كما طيب بدايه من حي الاستاذ اشرف؟ طبعا احنا دائما بنقول ان اول شيء الاهالي المختطفين قصريا يتم عمله هو بلاغ للنائب العام، وصل الغرف للنائب العام وارسال شكوى رسميه الى المجلس القومي لحقوق الانسان. المجلس القومي لحقوق الإنسان عنده الآلاف من الشكاوي، هذا دليل واضح لأن هناك الآلاف من المصريين تم اختطافهم قسريا منذ 3/7 إلى اليوم 3/7/2013 إلى اليوم. يعني لماذا هذا الفارق في الأرقام إذا كان قدمت البلاغات؟ طيب للمجلس نيجي الأرقام التنسيقية اللي أنا ممثل التنسيقية، احنا رصدنا من خلال 2013 3/7 إلى اليوم 2811 ده تم ما تم رصده، وتم ما تم توثيقه هو 408. الرقم ده بيختلف من او 406 ليه بيتم من نزل من 2800 الى 400؟ لان زي ما اقول لحضرتك هو ما تم توثيقه، يعني الرصد ده هو اول شيء من انواع الايه العمل الحقوقي، يتم الرصد ان البلاغ يتقدم من الاهالي. في بعض الناس يطلع مختفي قسريا منذ 3 4 ايام، في ناس بيستمروا لشهور، في ناس بيستمروا سنين، في ناس مستمرين من يوم فض رابع الى اليوم، في ناس مستمرين دكتور محمد سيد اسماعيل من 24/8/2013 الى اليوم، في اسماء في 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 بنات ثانيه. طب عندما نتحدث عن التوثيق ماذا بالتحديد يعني التوثيق؟ يتم التوثيق في عن طريق الاهالي المختطفين قسريا، عن طريق بلاغات رسمية، عن طريق محاضر رسمية في الشرطة المصرية والداخلية المصرية، عن طريق رسائل ترسل بالتلغراف أو ببعض الأوقات بالأيدي إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان. المجلس القومي لحقوق الإنسان للأسف الشديد دائما وأبدا ينكر أن هناك اختفاء قسري. جورج إسحاق طلع، مختار نوح طلع، ناصر أمين طلع وقال أنكروا هذا، ولكن المنظمات الحقوقية العاملة في مصر التنسيقية، احنا عندنا التنسيقية، عندنا المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، عندنا رابطة أسر المختفين قسريا، قدمت بلاغات. النهارده يا استاذ احمد الاخت بدريه بتقول لك ان في وقف قدام مجلس النواب اللي هو بين قوسين المفروض ان هو بتاع الشعب، الشرطه خدتهم وحبستهم. احنا بنتكلم على ان مفيش حتى حقوق للي بيعترض، يعني انت خدت ابني وخدت اخويا وخدت جوزي، لا ده انا بعترض انت بتاخدني بتحبسني. احنا بنتكلم على منهجيه العمل وليست طيب. وليست بس فرديه العمل، احنا بنتكلم على نظام للاسف الشديد ياخذ من الاختفاء القسري
الجبروت العسكري او النظام الامني اسكات لكل واحد يعارض هذا النظام. وهذا مش احنا في دوله قوانين. مصر دوله فيها دستور، فيها قانون، فيها منظمات عامله، فيها مجلس قومي لحقوق الانسان، المفروض انه يكون سند للمواطن المصري قبل ان يكون سند للنظام. هو المجلس القومي لحقوق الانسان اصلا الاساس بتاعه ان هو يطلع عشان يحافظ على الانسان، عشان يحافظ على مصداقيه النظام في تعامله مع البشر. ولكن نعم. ما يحدث الان هو ان المجلس القومي لحقوق الانسان يكون واخد جانب النظام بالكامل ومنهجيه ان هو لا يوجد اختفاء قصري. طيب سيد طلبه مره اخرى يعني اليك، يعني استاذ احمد العطار تحدث عن ارقام موثقة بيعني أسماء وحالات، 400 حالة، يعني أكثر من 400 حالة. المجلس القومي يتحدث فقط عن 163. نعم. أيضا كان مدير برنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية اعتبر أن الاختفاء القسري في مصر أصبح أداة رئيسية من أدوات يعني من سياسة الدولة في مصر. أي شخص يرفع صوته يعتبر مهدد يعني بالاختفاء القسري. هذا الفارق في 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 الأرقام يعني ألا يشكل يعني حالة حقيقية موجودة في مصر؟ ما احنا ما نجيش احنا ونزق ان اي حد بيعترض دلوقتي بيتم الاختفاء القسري او ناخد او احنا ناخد يعني احنا ناخد هذه النقاط ونقول ان اي معارض دلوقتي بيختفي قسريا وان النظام بيفعل والنظام بيفعل. اصل ده المنهج ده موجود على مستوى الدول العربية كلها وليس مصر. يعني كان معنا قبل قليل سيد أشرف طلبة، يعني والدة أحد المختطفين هي تقول أنه لم يكن ناشط سياسي، لم يكن معارض سياسي، ليس له ارتباطات سياسية. المسألة لا تتعلق فقط بالناشطين السياسيين. ما هو بص ما هو لسه بقول لحضرتك إيه، ما نجيش نصور الأمور إن ده كان ناشط سياسي أو كان أحد المعارضين، فلذلك فالنظام بيقبض على اللي بيعارضه. انا بقول لحضرتك ان الكلام ده خاطئ اساسا، احنا كده بناخده من منظور خاطئ. هو المفروض حضرتك ان انا دلوقتي كنظام اختفاء قسري هو مش موجود، يعني هو موجود في كل دول العالم او خاصه كمان الدول العربيه، والنظام ده كان موجود ايام نظام الملك فاروق وما كان قبل ذلك وما قبل 1952. فالموضوع يعني موجود من قبل، لذلك نحن نتحدث عن تنامي هذه الظاهره الان يعني في الدول العربيه. لذلك نحن نتحدث عن تنامي لهذه الظاهرة الآن في الدول العربية. أنا ماشي، ما هو نفس الموضوع زي ما أنت بتتكلم عن مصر وبتقول إن ده بيحصل النظام. طب ما أنت عندك في سوريا، عندك في اليمن، عندك في العراق، عندك في دول كتيرة جدا. هل معنى ذلك إن كل الأنظمة دي كلها هي بتعمل؟ ما هو بقول لحضرتك موضوع الاختفاء القسري أنا أثق في المجلس القومي لحقوق الإنسان لأن هي الجهة الرسمية الوحيدة اللي موجودة في الدولة اللي عندها جميع الداتا او هي عندها البيانات الرسميه. اذا كان هناك مركز حقوقي او جمعيه حقوقيه رفضت هذا الامر فعليها ان تتقدم زي ما قال الزميل زي ما سعادتك قال الاستاذ الموجود الضيف، يعني يتقدم بسعادتك بلاش عند النائب العام ويطلع على المجلس القومي لحقوق الانسان ويوثق هذه الارقام. طيب اختم معك سيد طلبه، يعني هل قامت هل قام النظام المصري الان في هذه الحالات الارقام التي ذكرتها انت التي اعتمدها المجلس القومي المصري، هل قامت بأي كشف لهذه الحالات، بأي تحقيقات، بأي يعني توضيح الحقيقة لضحايا هؤلاء المختطفين؟ في 90 حالة ردت عليها الداخلية، 90 حالة من ضمن ساعتك ال 163، في 90 حالة فعلا ردوا عليها وتم إخلاء سبيلهم. في 3 حالات ردت عليهم وقالت ان الثلاث حالات دول كان سبب الخلافات اسريه بينهم وبين البيت، وهم اللي تركوا المكان وبعدوا وراحوا وهم راحوا في حته بعيد عن جهات امنيه او الكلام ده كله. وفي بقى الحالات لسه لحد دلوقتي لسه النائب العام ولسه النائبه العامه لسه بتحقق فيها. فانا بقول لحضرتك في حالات مخطوطه وده تم توثيقه داخل المجلس القومي لحقوق الانسان وموجود على الصفحات بتاعته الرسميه يعني. طيب شكرا جزيلا أشرف طلبة المحامي والناشط الحقوقي المصري، حدثنا من القاهرة. باختصار تعليق سيد زهير سالم، يعني تختصر الأرقام هذه كلها إلى حالات معدودة فقط. ننظر إلى المنهجية الأساسية التي تحدث بها الأستاذ المحامي. أنا يعني أنا لست من مصر لكن أنا سمعتك بأنه ليست مصر في الجريمة وإنما في دول أخرى فيها جرائم أخرى. يعني هذا منطق التبرير الجريمة، بدل من أن أقول أنا كمواطن مصري أدين ولو كان المختفي قسريا
مواطن واحد. هذا منطق حقوقي، هذا منطق يجعل الإنسان يثق بمن يستمع إليه. إدانة الجريمة ولو وقعت على شخص واحد، هذا الذي يجب أن نطلب. أنا تسمح لي دقيقتين فقط، أريد أن أقول كلام مهم. لا 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 بد أن أقول. سأعطيك المجال، لكن مضطر أن نذهب إلى سيد توفيق الحميدي. سأعود إليك سيد. لدي عبر خدمة سكايب سيد توفيق الحميدي، المسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام للحقوق يعني اليمن. أيضا يعني الأرقام تتحدث عن عدد كبير من حالات الاختطاف القسري. يعني لو تعطينا ملخص الآن للوضع في اليمن سيد الحميدي. مرحبا بك بجميع ضيوفك وبجميع مشاهدين قناة المغربية، و اسمح لي استغل هذا اليوم و يعني اتضامن مع كافة المخفيين قسرا في جميع الدول العربية، مع اهليهم، مع ذويهم، مع المجتمع الذين يعيشون فيه. حقيقة الامر اخي الكريم، الوضع في اليمن منذ سيطرة ميليشيات الحوثي على جميع الدولة شهدت حالة الإنسان في اليمن تدهورا مريعا وصارخا، شملت كافة مستويات الحياة وهددت المواطن اليمني في كافة الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية الدولية. نحن بالذات أمام حالة الإخفاء القسري، هنالك مجموعة من التقارير صدرت لتوثق هذه الظاهرة، ووصلت حالة الإخفاء بشكل عام ما يقارب من ألف مختطف. حالة الإخفاء القسري إلى حد الآن ما يقارب 1500 مخفي قسري في شجون ميليشيات الحوثية الارهابية. هذه الجريمة هي اختطاف ثم سيد توفيق الحميدي، يعني الصوت غير لا يصلنا بشكل جيد، أرجو من الزملاء إعادة الاتصال ولو بالهاتف يعني مرة أخرى. سيد زهير سالم تفضل مرة أخرى. يعني أنا كنت أريد أن أقول نحن اشتغلنا حتى الآن على توصيف الجريمة، تبيان حجم الجريمة. الغاية من هذا قد نكسب تعاطف أو شفقة بعض المستمعين وبعض الجماهير. الأصل في مثل هذا اليوم، في مثل هذه الذكرى، أن نشتغل كيف يمكن أن ننهي هذه الجريمة على الأرض جميعا وفي كل الدول ومن منطلقات إنسانية محضة. كيف يمكن للأمم المتحدة بإجراءات عملية، كيف يمكن للمنظمات الإنسانية بإجراءات عملية أن تضع حدا للاستمرار والإيغال في هذه الجريمة، سواء كانت بحجم ما يجري في مصر أو بحجم ما يجري في سوريا أو بحجم ما يجري في المغرب أو بحجم ما يجري في أي دولة من دول العالم. أنا أقول يجب سحب الاعتراف السياسي والأخلاقي من كل نظام يقع فيه اختفاء قسري. يعني الآن الذين يمارسون الاختفاء القسري لهم منابر في الأمم المتحدة، ويجلسون في مجلس الأمن، ويسلم عليهم الرؤساء، ويبسط لهم البساط الأحمر في هذه الدولة. من يسحب هذا الاعتراف سيد؟ إذن السياسة الدولية يجب أن تكون هذه قرارات ملزمة على مستوى الشعوب. الآن نحن نريد أن نخاطب الشعوب لننقلها من حالة الشفقة والتعاطف الله يفرج عنهم إلى حالة الفعل الذي يلزم هذه الدول، هذه الدول التي تعترف على المجرمين، تعترف على الانقلابيين، تعترف على القتلة، تعترف على من ضرب شعبه بالسارين وبالغاز، يسلمون عليه ويعتبرونه رئيس دولة حتى الآن وله ممثل في النادي الدولي. هذه الحالة يجب أن تنتهي. في أي دولة يثبت أن هناك مختفي قسري واحد يطرد ممثل الدولة من الأمم المتحدة، تسحب السفراء من هذه الدولة حتى يخضع الرئيس ويكشف إن كان هذا. نحن لا ندافع عن مجرمين، إن كان هذا الموقوف مرتكب جريمة حسب القانون في بلده فيحاكم بحسبها أو يطلق سراحه فورا. يجب أن يكون لدينا أهداف قانونية. قد نقول هذا حلم، ولكن هذه الأحلام يجب أن تتحقق بالعمل.
أما أن نظل ننوح ونبكي لنكسب تعاطفنا وتعاطف حجم الجريمة وحده لا يكفي أن نتحدث عنه في مثل هذه المناسبة. طيب أستاذ أحمد العطار، يعني أستاذ زهير سالم طالب بسحب الاعتراف من هذه الدول، ولكن هذه الدول المجتمع الدولي يملك هذه الأرقام، لديه يعني توثيق لهذه الحالات. مؤخرا يعني استلمت الأمم المتحدة تقرير عن سوريا عن استخدام الكيماوي، نظام الأسد للكيماوي، اتهامات واضحة وبشهادات أول شهادات قال المندوبين الدوليين وزراء الخارجية كانوا يبكون وهم يشاهدون، ثم انتهى كل شيء وصفقوا لبشار الجعفري بعدما تحدث. نعم في مصر أيضا ما حدث في رابعة. إذن ما هو المطلوب؟ كيف تستطيع هذه الجمعيات الحقوقية الآن بعد حالات الرصد والتوثيق؟ ماذا بعد؟ للأسف الشديد ما يتم بعد ذلك، احنا بنرسل الحاجات دي كلها للأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اتخذ قرارات كانت مهمة جدا، وهو الذي أجبر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر على الاعتراف بوجود حالات اختفاء قصد. أنا أقصد نحن نعترف أن مشوار حقوق الإنسان في مصر أو في الدول العربية أو في الدول الإسلامية هو مشوار طويل ومليء بالعقبات، ولكن دائما وأبدا نحن نعترف أن هناك نظام دولي متواطئ، نظام دولي يعمل على المصالح فقط لا غير، وفي هناك ازدواجية المعايير. نحن نتمكن نعلم ذلك جيدا، ولكن علينا أن نسعى بكل طاقاتنا بكل ما نملك من قوة أن نغير هذه المفاهيم الخاطئة للمجتمع الدولي. نعلم جيدا أن مجلس القومي لحقوق الإنسان اللي هو الدولي يعني لا يملك أن هو يجبر نظام، إذا كان نظام طيب. بشار أو نظام في مصر على الاستقالة أو سحب سفراء، ولكن علينا أن نسعى بكل الطرق السلمية الطرق القانونية على إجبار العالم على احترام والاحتراف بالاختفاء القصدي والجرائم التعذيب والانتهاكات والمحاكمات العسكرية والاعتقال التعسفي. جرائم كثيرة يرتكبها الأنظمة القمعية الاستبدادية، ولكن لن يحدث ذلك إلا بحاجتين. أنا من وجهة نظر شخصية المجتمعات المصرية العربية المصرية السورية يجب أن يتغير لديها مفهوم أن هي تكون ذليلة أو مجبرة. لا، أنا مش مجبر أن أنا أعيش مع نظام، يجب أن نغير مفاهيمي بأن أنا أثقف هذه الشعوب. هم نجحوا أن هم يجعلوا من الشعوب العربية شعوب آخذة للمعلومة وليس فاعلة للمعلومة وليس فاعلة لإرادتها. نحن نتحدث عن منهجية العمل، يجب أن يتوقف في كل ذلك ويجب أن يكون يعني قد يقول بعض قامت هذه الشعوب بثورات انتفضت على هذه الأنظمة وكانت النتيجة آلاف المختطفين والقتلى. يأس الشعوب من العدل دفعها إلى التطرف وحمل السلاح. طيب يجب أن لا تيأس الشعوب من العدل. إذن دعوة إلى عدم اليأس. أعود مرة أخرى إلى السيد توفيق الحميدي معنا عبر الهاتف. تسمعني سيد الحميدي؟ نعم أسمعك في الكلام. طيب توصيف فقط يعني سريع للحالة الآن في اليمن باختصار لو سمحت. الحالة اليمنية كما قلت لك أخي الكريم، من بعد الانقلاب على الشرعية من قبل ميليشيات الحوثي شهدت حالة حقوق الإنسان في اليمن حالة تدهور مريعة شملت كافة جوانب الحياة اليمنية، وصادرت تقريبا أغلب الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها المواطن اليمني. في جانب الحقوق الإخفاء القسري صدرت مجموعة من التقارير سواء المحلية أو الدولية وثقت هذه الحالة، حالة الاختطاف التي بلغت حتى هذه اللحظة ما يقارب 9000 مختطف، ما زال منهم 2000 مخفي قسري في سجون ميليشيات الاحتلال، تم الإفراج عن جزء منهم. هذه العملية تواكبها مجموعة من التعقيدات، تبدأ بحالة الترويع الإخفاء ثم الاختطاف ثم الإخفاء القسري ثم التعذيب ثم التعذيب حتى الموت. وأعتقد أنه خلال اليومين الماضيين وثقنا حالتين لوفاة تحت التعذيب، هما الباحث الأكاديمي عادل الزوعري والمهندس ياسر الناشري الذين توفيا بسبب التعذيب تحت سياق هذه طيب الميليشيا. سيد حميدي نعم عذرا عن المقاطعة، يعني بعد عملية التوثيق يعني نسأل مرة أخرى ماذا بعد؟ لماذا غاب هذا الملف، ملف الاختفاء القسري، ملف الحقوقي، ملف الانتهاكات، عن هذه المفاوضات التي كانت جارية في الكويت، عن خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي كان في جدة يعني في حديث عن الوضع اليمني؟ هو للأسف الشديد أخي الكريم كان الملف الحقوقي اليمني الأصل أن يكون هو المدخل لأي مفاوضات سياسية، وكان هنالك اتفاق بين الحكومة اليمنية والوطيف الدولي ولد الشيخ أن يكون هنالك إجراءات بناء ثقة
تقوم هذه الإجراءات بالدرجة الأساسية على إطلاق المعتقلين، خاصة المعتقلين السياسيين الذين مضى على إخفائهم قسريا ما يقارب السنتين، هنالك صحفيين أيضا مخفيين قسرا لفترات طويلة. لكن وقدمنا ملفات متكاملة للوفد اليمني المفاوض في الكويت، لكن لا ندري ما الذي درى. إحنا إشكالية الإشكالية الكبرى عند الملفات الحقوقية عندما تتحول إلى ملفات سياسية للمزايدة. نحن دائما نشدد ونؤكد على أن الملفات الحقوقية يجب أن تنفصل عن الجانب السياسي وتأخذ مسارها الحقوقي القضائي، سواء القضاء الدولي أو القضاء المحلي. ولذلك نحن ما زلنا إلى حد الآن نضغط على الحكومة اليمنية أن تجعل الملف الحقوقي هو المدخل الأساسي لأي مفاوضات أو مصالحة شاملة في القادم. وبلغنا، لدينا فرق كثيرة أبلغناها، سواء السفارات سواء المنظمات الدولية، بحقيقة الوضع الذي يجري في اليمن، خاصة في ملف المخفيين قسرا. وهنالك كثير كثير للأسف الشديد من المخفيين القسريين في اليمن لا نعلم مصيرهم إلى حد الآن. نريد أن نعرف هل ما زالوا أحياء أم قد توفوا، لأن ميليشيات الحوثيين للأسف الشديد تعتقل كثير من هؤلاء المخفيين، إما في مواقع عسكرية أو داخل معسكرات أو في مخازن أسلحة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا توفيق الحميدي، مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام للحقوق، تحدث معنا من فيينا. كما أشكر السيد أحمد العطار الباحث الحقوقي بالتنسيقية المصرية لحقوق الإنسان، والشكر أيضا للسيد زهير سالم مدير مركز الشرق العربي للدراسات هنا في لندن. أعزائي المشاهدين، أترككم مع هذه التغريدات التي تلخص ربما وضع قضية الاختفاء القسري في هذه الدول في الوطن العربي. شكرا جزيلا على متابعتكم، ألقاكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.